لعله يكون أهم المشاريع الاستثمارية التي أنشئت في أبيان، المحافظة التي تمتلك في مخزونها الطبيعي الكثير من المشاريع الاستثمارية. مصنع الوحدة للأسمنت الواقع في منطقة باتيس شمالي المحافظة، وحتى مع تعرضه لبعض الإشكاليات ظل المشروع الاستثماري الوحيد يعمل بعد أن توقفت الكثير من المشاريع الأخرى، وخصوصا في فترة الصراعات التي عاشتها المحافظة كغيرها من المحافظات. المستثمر يريد أن يكون هناك استقرار، يريد أن يكون هناك أمن، يريد أن يكون هناك تفاهم، ولذلك احنا نطلب من إخواننا اليمنيين وأصحاب محافظة أبين بالتحديد أن يكونوا عون لأي مستثمر أن يأتي إلى هذا المكان ليستثمر فيه. بطاقة إنتاجية بلغت أكثر من 3000 طن يوميا، ظل المصنع يغذي الأسواق المحلية وبأيادي محلية بعد مغادرة العمالة الصينية والاكتفاء بعدد محدود من الخبرات العربية، ليعود المصنع كمنشأة اقتصادية رائدة من خلال استيعابه للآلاف من الأيادي العاملة من أبناء محافظة أبين والمحافظات الأخرى. المصنع أنشئ بطاقة إنتاجية 1,000,000 طن كلينكر سنويا، استوعب عدد من العمالة المباشرة في داخل المصنع أكثر من 650 فرصة عمل مباشرة من العاملين داخل حدود المصنع، وأكثر من 1,500 فرصة عمل غير مباشرة. على الرغم من توفير فرص العمل للأيادي العاملة في ظروف صعبة واستيعاب الطاقات البشرية في المحافظة والمحافظات الأخرى، حيث بلغ عدد العاملين فيه أكثر من 700 موظف من أبناء محافظة أبين وحدها. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.